في ناس عملت إجراءات لم تكن لتقوم بها أبدا إلا في أحداث 2011 و12 و13. اتكسرت حواجز كتير، اتكسرت حواجز كتير، وكان لابد من بناء الحواجز دي مرة تانية واستعادة الدولة المصرية لمكانتها وهيبتها. أكون أمين معاكم، المصريين ساعدوني، وأنا مش بقول الكلمة ديت عشان أنتم ساعدتوني، ساعدتوني في كل المراحل من بعد، من أول إمتى؟ من أول 24/7/2013 لما قلت أنا عايز تفويض لمكافحة الإرهاب ونزل أكتر من 30 مليون مصري. بالمناسبة أنا بذكرها دلوقتي ليه؟ لأن كتير مننا مش متصور إن هو كان تفويض في إطار إن إحنا يعني كتير مننا يتصور إن التفويض يعني شهرين ثلاثة ونخلص، يعني نخلص المسألة بتاعت الإرهاب ديت، لكن دي قضية ضخمة، قضية ضخمة خاصة إن هي لها يعني تواجد في الداخل ودعم بيجي من الخارج في هذه المسألة، لأن مش مطلوب إن الدولة المصرية كانت تقف مرة تانية وتعود دولة كما كانت، كما بغض النظر عن رضانا أو عدم رضانا عنها، لكن ما نكمل بقى، نكمل بقى، وأنا بقول الكلام ده بصراحة كده، نكمل بقى زي كل اللي حصل لهم، زي كل اللي حصل لهم في منطقتنا، لم نكن بعيدين أبدا أبدا عن الواقع ده. هو ربنا سبحانه وتعالى أراد كرامة يعني منه لينا في مصر إنه يحميها من هذا المصير اللي هو كان حيبقى أسوأ وأقسى من كل الآخرين، لأن إحنا عندنا عشرات الملايين منهم أكتر من 60 مليون تحت سن 40 أو 65، وبالتالي فرص إن الدولة دي تتحطم بلا عودة كانت أكبر من أي دولة أخرى، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أردش. عشان نرجع، أنا بقول الفضل لأصحابه بقى في الموضوع ده، بكل القراءات اللي أنا شفتها، بكل المواقف اللي كانت موجودة، بكل الحسابات اللي كانت موجودة، لم تكن لتنجو مصر، قسما بالله أنا بقسم بقى، نجت مصر بكرم من الله، مش بأبدا لا بجيش ولا بشرطة ولا بحد تاني. هو أراد إنها هو بقال كلمته لا مش هتقع خلاص.